السلام عليكم متتبعي قناة حلويات أم هدى. وصفة اليوم، وهي حلوة سريعة وسهلة التحضير في متناول الجميع، كذلك شكلها رائع كتستحق التجربة. فإذا عجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش الإعجاب للفيديو والإشتراك في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم الجديد دائما. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. عندي كمقادير لهذه الوصفة: 160 مليلتر من الزيت، 3 بيضات، 130 غرام من السكر الخشن او سكر حبيبات، والحلاوه كتبقى اختياريه كما سبق لي وذكرت لكم، ملعقه كبيره ممتلئه جيدا من النشا الذره، ملعقه صغيره من الخميره الكيميائيه او البيكنج باودر من وزن 7 غرام. عندي هنايا نكهه الفستق، واللي بغى يستعمل شي نكهه اخرى كيستعملها بحال الفاني او الموز اللي متوفر عندكم في المنزل. وهنا الدقيق حسب الخليط. نبداو على بركه الله في تحضير هذه الوصفه. اول حاجه كناخذ البيض، 3 بيضات، والسكر الخشن او سكر حبيبات 130 غرام. غادي نديرو رشه ملح، كنخفقو جيدا البيض مع السكر. صراحة هاد الحلوة اقتصادية ورائعة وسهلة التحضير في متناول الجميع، جديدة في المنظر. هنايا غادي نوضع القليل من نكهه الفستق، اضيف الزيت، غادي نلبسو مزيان هذا الزيت مع السكر والبيض حتى كيندمج لي جيدا. هانتوما كيما لاحظتوا، بعد ما اندمجت لي العناصر جيدا ودخل ديك الزيت مع السكر والبيض، فغادي نضيف نشا الذرة وضيف كذلك بيكنج باودر. انا هنا غادي نبدا نضيف تدريجيا الدقيق حتى كتخلط ليا، حتى كيتخلط ليا هذا الخليط. الخليط كيكون لين، هنايا من بعد ما جمعت العجينه، انتما كما كتلاحظوا كتكون لينه، ما تقصحوهاش وما تكونش رطبه بزاف. انتما شكلها الان غادي نشكلها معكم على هذا الشكل هذا. غناخذوا اول حاجه صفيحه الفرن، هنا اول حاجه فغادي ناخذ العجينه تاعي كنبداو نشكلوها كما غادي تلاحظوا، كتشكلوها على حريبلات صغيرين يكونوا رقاقين. هكا بهذه الطريقه هذه، وغادي توضعوا في صفيحة الفرن. ما تكونش رقيقة وما تكونش غليظة.
هذا الكاطو هذا فكيعطينا كمية كبيرة. حاولوا ما ديروه شقيق بزاف. كما لاحظتم بعد ما كملت الكمية كاملة اللي عندي فغادي ندخلها للفرن اللي سبق لي شعلته ونرجع معكم ان شاء الله. هنا من بعد ما طاب ليا الكاطو تاعي هانتوما كيما كتلاحظوا ما تخليوهش يطيب كيكون بهذا الشكل هذا، ما تطيبوش بزاف كيكون على هذا اللون. هنايا اول حاجة فغادي نزينوه بالشوكولا السوداء، قليل من الشوكولا السوداء، وهنا عندي القليل من الفستق اللي طحنته. يمكنكم تزينوه بجوز الهند او الكوك او الفول السوداني اللي متوفر عندكم في المنزل. غادي ناخذ الكاطو تاعي وغادي نبقى ندير بهذه الطريقه هذه. هانتوما كما كتلاحظوا فقط ديك الرويس لتحت تاني بهذا الشكل هذا. غادي نوضعوه فوق واحد البلاستيكه حتى يبرد مزيان. هانتوما انا هنايا كنستمر بنفس الطريقه. فعلا هذا الكاطو كيجي رائع، كيستحق التجربه، والمذاق ديالو هائل كذلك. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكميه كامله ونرجع معكم. وكان هذا هو الشكل النهائي نتاع الكاطو نتاعنا، كيجي على هذا الشكل هذا، راقي وسهل التحضير، متناول الجميع كذلك. كيجي شيش شيش بزاف ورائع لذيذ. فإلى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش الاعجاب للفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس دائما ليصلكم جديد. تلقوا في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.